أوطى كل ما كان أفضل، بس بما إنها تحت ما أشرت نجرب على العالي. شايف هون فتح القشر. هلا بتجيب الفرخ اللي بدك تطعم منه. لك شو بتعمل؟ بتدور على قمحة خضرة، شفتها هيدي خضرة، تمام؟ في وحدة بعد هون خضرة، هاي وحدة خضرة واضحة، هاي وحدة خضرة. هودي بدك تقشرهم. هلا لك كيف تقشرهم. ماشي، عملت لها خط من هون وخط من هون، برجع من فوق من الخط للخط يعني، ومن هون كمان نفس الشي من الخط للخط. ماشي، برجع بتحاول تقشرها على أقل من مهلك. من الجهتين تيجي قاسي شوي، لانه هيدي قمحة على عرق مش جديد، عرق من سنة الماضي يعني، الجلد متصل بعده بقوة، بس هيا قشرت. لك كيف. تطلع معنا بهذا الشكل، شفت؟ هذا من جوا هيك، سبحان الله. وهي هلا بتركبها بقلبها، بتقوم بتلزق وبتاخد. هلا شوف كيف رح نشتغل. تجرحها مظبوط، شي انه هي تستحكم انها تلزق. شفت كيف؟ هلا بتجيب الشريط او التلزيقه، وبعد الربط بتصير هيك بهيدي الطريقه، بتخلي القمحه تضل مبينه، ما تشيلها بالمره وما تغطيها. هلا بالايام معاش يخوف الطقس يعني، حتى لو شتت بعتقد انه ما يصير هالشوط القوي شيء انه تفوت المي وبعدين تعفن وتنتزع. بتشد قد ما فيك، حتى لو بتلزق بدك تشد قد ما فيك يعني عشان تحكمها مظبوط.